يلعب امام يعني هذه الفرق الكبيره، وهذه خطيره ومحاوله، وحكم المباراه نعم يحتسب هدف لمصلحه فريق نادي الوحده. هدف اول لاصحاب السعاده، هدف اول لاصحاب السعاده، نعم يحتسب حكم المباراه عن طريق من؟ هل هو عمر خريبين من اللي سجل ام لوكاس بيمينتا؟ راح نشوف. هكذا وصلت وفرحه اكتملت والسعاده وصلت في توقيت جميل من عمر المباراه. اذا حكم المباراه يحتسب هدف لمصلحه فريق نادي الوحده. هكذا ارسلت خطيره بالراس، نعم ربما قد عدت بالفعل ودخلت وعبرت بكامل محيطها الى داخل منطقه يعني المرمى، ولكن تأخر قرار حكم المباراة وكان في شك، لكن حكم المباراة استطاع أن يحتسب القرار سريعا، وبالتالي هدف لصالح فريق نادي الوحدة. هدف يأتي ربما بنيران صديقة، ربما بنيران صديقة أتت من دفاعات فريق نادي خرفكان، وبالتالي هدف أول لمصلحة فريق نادي الوحدة في وضعية الاختبار المبكر. كرة ترجع من جديد لمصلحة محمد الشامسي، محمد عوض الله يقاتل لكن الكرة بتتخلص، يمر بشكل ممتاز، خطيرة، ممكن جول، الله! كالعادة يا محمد الشامسي، هذه المرة يسجل خرفكان ويخطأ خطأ كبير، يتحمل عبء محمد الشامسي في اللقطة الماضية، يتحمل عبء نعم محمد الشامسي، ويسجل من خلال لورينسي، يسجل خرفكان، النسور تنقض على هدف التعادل عن طريق لورينسي الذي يسجل رابع أهدافه في بطولة الدوري في هذا الموسم بخطأ فادح، خطأ فادح. شوف اللقطة هنا محمد الشامسي، نعم فعلتها يا محمد الشامسي، هنا خلصها، يلا خلصها، لكن تأخر الشامسي، تأخر، وبالتالي عاش نشوة الهروب من محمد عوض الله، وانتظر قليلا ولكن محمد عوض الله خطفها، لورينسي سجلها، وبالتالي فرحة نسور خرفكان بهدف التعادل في هذه اللحظات من خطأ فادح، خطأ فادح. شوف هنا عمل اللي كان يعني رائع من محمد الشامسي، لكن بعد ذلك تأخر كثيرا، وبالتالي خطف الكرة من محمد عوض الله. الأول على لورينسي، يضع الكرة في المرمى، لورينسي، والسعادة تحلق مع النسور في هذه المباراة، يحرزون الهدف الثاني، يسجلون قلب الطاولة في هذه اللحظات. النسور تحلق بسعادة هذه المباراة بهدف ثاني يسجل لورينسي، يصل إلى الهدف الخامس له شخصيا في هذا الموسم. لورينسي من علامة الجزاء يضع الكرة في المرمى ما بعد أن عاد حكم المباراة للفار واحتسب ركلة الجزاء، نفذها لورينسي في المرمى محرزا الهدف، قلبوا الطاولة وعادوا للمباراة وتفوقوا على أصحاب السعادة، بل وحلقوا النسور، حلق النسور بسعادة هذه المباراة بشكل جميل. يا بالرأس من عمر جمعة ربيع، يا سلام، ترجع للكرة من لورينسي لعمر جمعة ربيع، يا سلام، عرضية خطيرة، أوهوهو، ممكن جول، ممكن جول، لم هاتريك للورينسي. خرفكان يحلقون عاليا بسعادة المباراة، يسجلون الهدف الثالث، هدف ثالث في مرمى أصحاب السعادة، هدف ثالث للنسور التي تزور مرمى السعادة للمرة الثالثة عن طريق لورينسي الذي يسجل سادس أهدافه وثالث أهدافه في هذه المباراة. هاتريك للورينسي من لعبة جميلة حلوة ثنائية كانت ما بينه وما بين عمر جمعة ربيع بهذه الطريقة، وقف على كورته، أرسلها في المكان السليم، خطأ كبير منها المدافع في اللقطة الماضية على زير اللي تأخر في إبعاد الكرة ووضع الكرة للاعب لورينسي بهذه الطريقة. بعد الكرة إلى وصلت لإسماعيل، إسماعيل بيرسلها مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، ومحاولة رأسية خطيرة، جول، هدف ثاني لمصلحة الوحدة عن طريق لوكاس بيمينتا. لوكاس بيمينتا يعيد شيئا من السعادة لأصحابها في هذه المباراة، ولكن
ولكن 3-2 ما زالت النتيجة، 3-2 ما زالت النتيجة. أول هدف للوكاس بيمينتا في هذا الموسم، يسجل هدف الأول في مسيرته مع فريقنا الوحدة في هذا الموسم من كرة كانت عالية من إسماعيل وصلت للوكاس بيمينتا، سدد لوكاس بيمينتا وبالتالي هدف في مرمى فريقنا دخور فكان.